بديع اووك لعب كرته في منطقة الجزاء بدر كشاني. قلت أنه ميغيل أنخيل غاموندي تشبث بمهاجمه، تجمت برجل ثقته وهو يسجل هدف الثاني في المباراة. تصبح النتيجة 2-1 لحسنية أكادير أمام الفتح الرباطي. كرة ممتازة جدا، وبدر كشاني كان فعال، كان في المكان وفي الزمان المناسبين لتسجيل الهدف في الدقيقة 79 من مباراة اليوم. تصبح النتيجة